عند تهجرنا على مخيم إنسان بخربة الجوز. أنا بقرأ قصايد أو شعر وبروح على المدرسة بحفظ، والأنسة بتعطيني دروس، ويعني بيجي هون بحفظ دروسي وقرآن وشعر. نحنا ست بنات وثلاث صبيين قاعدين بهذا المخيم لأنه نحنا تهجرنا من مرعند، وحتى كمان نحنا أطفال قعدنا في هالمخيمات متحملين. لما كنا هناك بمرعند كان في كومة قصف وضرب كل يوم، يعني قصف. تهجرنا جينا قعدنا بالمخيمات. أنا كل شعري عن الثورة السورية. نحنا أنا كطفلة بعمر صغير بقرأ شعر لحتى أحفظ هالشعر وألقي لكل العالم وخلي كل العالم تسمع صوتنا. أنا حلمي إنه يسقط بشار الأسد كلياتنا، وكلياتنا نرجع على بلادنا ونرجع على أرضنا ونرجع محل ما كنا، لأنه نحن بإذن الله رح ننتصر غصب عن بشار. وأنا حلمي نضل كل ما كبرنا كل ما أتعلم وكل ما نتعلم نحن بإذن الله رح نضل جيل الثورة السوري. رغم القتل والقصف يا غزة ما زاد صبرك إلا إيماني، من شام العروبة نشتاق لك وسيبقى الأقصى في دمي ووجداني. اسمع أيها هلأ شريفي، من عمر الخمس سنين نحن استكشفنا أنه عندها موهبة الحفظ السريع والذكاء السريع، فنحن حبينا ننمي لها هاي الموهبة، فصار أبوها يعلم شعر للثورة السورية. كون نحن من نبض المعاناة اللي طلعنا منها من بلادنا وسكننا بالمخيمات كان هو إجرامه لبشار الأسد، فمن وحي المعاناة حبينا نأسس طفلتنا شريفة وننمي لها هاي المواهب. شريفة شاركت بكثير مظاهرات، منها مظاهرات في جسر الشغور، مظاهرات في إدلب وفي ذكرى تحرير جسر الشغور وذكرى إدلب، كمان شاركت في ذكرى الزلزال في جنديرس وتم تكريمها من قبل الدفاع المدني. هلأ نحن كوضعنا عايشين بمخيمات ومعاناة كتير كبيرة ما بيحس فيها إلا اللي بارك فيها، فنحن بنتمنى أنه شريفة تكمل تعليمها، ونحن كمان بنكون سند لإلها وعون لإلها أنه تحقق هدفها، سواء في إلقاء الشعر وأنه توصل صوت كل طفل سوري أو كل إنسان سوري عاش هاي المعاناة، أنه توصل صوتها لكل العالم، والأهم أنه تحقق حلمها هي كإعلامية أو كطبيبة.